مرحبا، نحن اليوم رح نتعلم كيف نعمل اسبيراتور مانويل او شاروق. هذا الشاروق رح يساعدنا انه نلقط الحشرات، خصوصا الحشرات المئزية اللي ممكن تلسعنا، مثل النحل، مثل الزرائد، مثل حيالله حشرة ممكن تأذينا، او للاشخاص اللي ما بحبوا يتعاملوا مع الحشرات بايديهم فيهم يستعملوا الاسبيراتور كرمال يقدروا يلقطوا الحشرات. هذا الاسبيراتور او الشاروق رح يساعدنا انه نلقط الحشرات بطريقة سهلة. نحن بحاجة لنربيش، نربيش هواء. انا جايب نربيش ترانسبارون كرمال تقدر اقشع الحشرة كيف عم بتفوت. نحن بحاجة لنربيشين، واحد تقريبا طوله 40 سنتي، واحد تاني تقريبا طوله 60 سنتي. نحن بحاجة كمان لمرتبين بلاستيك، أكيد أهم شيء يكون الغطاء بلاستيك كرمال نقدر نقدحه على قد النربيش. نحن بحاجة كمان لشقفة قماش. أنا بنصحكم إنه تستعملوا المسلين مش التول، لأنه التول الدويح تبعه كبيرة. يعني بمعنى تاني، إذا نحن كنا عم نشرق ممكن تقطع الحشرة ونكلها، أو ممكن تقطع أشياء تانية مثل غبار الطلع، يعني البولان أو تراب أو غير أشياء. فالمسلين عادة بيقطع الهواء بس ما بيقطع بارتيكلز صغار، يعني ما بيقطع أشياء صغيرة. نحن بحاجة كمان شيء كرمال نقدح فيه الغطاء. أنا بستعمل المقص. أوكي، أنتو فيكن تستعملوا الكتر، بس أنا بالمقص بقدر أعملها دويرة سيركل، وهلأ رح أعلمكم كيف تعملوها دويرة سيركل. نحن بحاجة كمان لقلم بيك كرمال نعلم وين تحديدا بدنا نقدح المرتبين كرمال نفوت فيه الأسبيراتور، وبحاجة لمغيطة. أوكي، أول عملية هي أنه نعلم وين بدنا نقدح نحن المرتبين أو غطى المرتبين. هذا أول علام. نحن بحاجة لاثنين، يعني بدنا نقدح المرتبين محلين. وهذا تاني محل. أوكي، بعدين بالمقص. أوكي، هلأ العملية هي كتير سهلة. أول شيء ما لازم نعمل بريشر كتير قوي على الغطاء. أوكي، وبذات الوقت بدنا نضلنا عم نبرم كرمال بس تيفوت المقص بقلب الغطاء. كمان أهم شيء بالعملية هي إنه ما نشد كتير، لأن إذا شدينا كتير رح نكسر الغطاء. إحنا العملية بس انه بدنا نقدح شوي كرمال تيفوت المقص. هلا صار يفوت المقص. هلا من بعد هيدي العملية بدنا نفوت المقص ونبلش نبرم ونقشر كل البلاستيك. اكيد بدنا نعمل نحن الدويرة تساع بقلب النربيش، يعني النربيش يفوت على قلب الدويرة بشكل طبيعي. فأهم شيء انه ما تتخطوا الحدود اللي انتو رسمتوها. لاحظتوا؟ طلعت الدويرة جيدة جدا. ما بدنا نتخطى نحن العليم اللي علمني، بس كمان بدنا الدويرة تكون جيدة كرمال تيفوت فيها النربيش بطريقة محكمة. هيدي أول مرة، رح أعمل هلأ المرة الثانية.
اوكي هيك بكون اتحت الميل الثاني. اهم شيء كمان من بعد ما نخلص نشيل كل الزوايد الموجوده من قفل الغطاء. تاني عملية لقلنا من بعد ما قدحنا المرتبين عملنا قدحين، قدح واثنين، هول القدحين رح يفوت فيهم الربيش اللي واحد من بيناتهم رح نحنا نشفط فيه الهواء والتاني هو اللي بده يلقط فيه الحشرات. اوكي سو هذا النربيش اللي هو 60 سنتي اللي هو فعليا رح يكون هو النربيش اللي رح يلقط فيه الحشرات. اوكي هيدا فات هيدا النرويج كتير جيد. بدنا النرويج التاني. اوكي من هون الميلة القصيرة هي المطرح اللي نحنا بدنا نشفط فيه، والميلة الطويلة هي اللي هو رح يقدر يجمع لنا الحشرة الموجودة. اوكي العملية هلأ من بعدها هي انه نحنا بحاجة لشقفة مسلين. بالمقص ناخد شقفة من المسلين مش ضروري تكون كتير كبيرة بس هي شقفة جيدة، بنطويها على الطرفين نتأكد انه الميل القصيرة أي النربيش تبع الميل القصير وبدنا نغلف النربيش بهذه الطريقة. ومن بعد بدنا نحط له المغيطة. هلا أنا مغيطة اللي عندي إياها هي كانت قصيرة وهذا الشيء بيساعدني أكتر إني ما مغطى كتير للمغيطة. إذا حسيتوا إنه المغيطة رخوي حطوا مغيطتين. أوكي هلا صار في عنا أسبيراتور جاهز كرمال نحنا نقدر نستعمله ونلقط فيه الحشرات. خلينا نجرب ونشوف إذا رح يمشي حاله ولا لا الأسبيراتور.